لكن بما أنه التفجيرات الماضية تبناها تنظيم الدولة ولاية خراسان، هل من وجهة نظرك هذا التفجير أيضا يحمل نفس البصمات؟ نعم، أيادي أصابع الاتهام تشير بأن داعش خراسان هم الذين قاموا بهذا التفجير، وأيا يقع مثل هذه التفجير هو تبناه التنظيم فيما بعد. طيب إذا كان التنظيم، ما هي رسالة التنظيم بالتحديد، رسالة تنظيم الدولة إلى حركة طالبان من تفجير مسجد للشيعة في ولاية قندهار الأفغانية؟ هناك رسائل كثيرة، هم يريدون أن يرسلوا هذه الرسالة للطالبان بأننا يعني لم يقضى علينا في أفغانستان، نحن ما زلنا موجودين، فهذه رسالة بأننا يعني نحن مستعدون للحرب، أنتم ليس بإمكانكم أن تقضوا علينا تماماً.